رجل قيم التسامح والحوار والمصالحة، المفاوض والمخطط العسكري ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الأمير عبد القادر الذي أبهر العالم بمواقفه الإنسانية، هو اليوم حاضر بمسيرته في أروقة معرض متحف حضارة أوروبا والبحر المتوسط في مارسيليا. في المعرض لدينا عدة أجزاء رئيسية للأمير عبد القادر. الجزء الأول يعتمد على السياق التاريخي، والثاني يعود إلى فترة المقاومة الكبيرة للأمير ضد الاستعمار الفرنسي. أما الجزء الثالث فيتعلق بفترة الأسر بفرنسا، ثم مرحلة نفيه بالمشرق التي كانت طويلة. فمرحلة التساؤلات حول الموروث الحضاري الذي تركه الأمير بعد وفاته. رسائل وكتابات الأمير عبد القادر التي تعكس كفاحه ونضاله ضد المحتل الفرنسي مثل معاهدة تفنى كانت مادة تاريخية دسمة بهذا الفضاء المعرفي. رسائل وكتابات الأمير عبد القادر تعكس شخصيته العبقرية والفريدة وتفتحه على الحضارات. أما الجانب الفكري فيعكس المحطات الإنسانية المتميزة في حياته. الأمير عبد القادر ألد أعداء فرنسا في القرن التاسع عشر، اليوم يعترف له العدو قبل الصديق بمآثره الخالدة ومواقفه الثابتة.